بما أنه جاء الدواء للنظام لازم الأمم المتحدة يتعامل ويقوم بعملية توزيع على كافة المشافي بغض النظر عن أي منظمة أو جهة معينة، منظمة عالمية بيخدم الإنسانية بجميع أنحاء العالم، ونتمنى من الأمم المتحدة إعادة النظر ويتعامل معنا كأحد مكونات في موجود في منطقة شمال شرقي سوريا، ويتعامل مع جميع المشافي ويخدمها البشرية. إذا ما عطانا ما يصير، لازم يعطينا، لأنه نحن مواطني هالأرض، مواطني هالدولة، شلون ما يعطينا؟ ليش واحد يصير عنده ولدين يعطي لواحد ولد خبز ولواحد ولد ما يعطي خبز؟ ما يصير. أنا بلاش وارتي وجو مراشين، أما صار فقير المراشين، أنا ولا جو مراشين، يعني جبر بلاش وارتي، وأنا أنا بلاش بغمت كر، أم بار بيات شو ما كاكي جو مراشين، تكسنا شين المرامة. تبيشم أبغى ما كاتيش كي حمو كسبر بيات شو هكذا جو مراشين ينادنا ما، نادنا ما ناتخي ما. أفيرو درو جواراتي أدب جوارتين روسيا جوارشين توام ناشيني مرمو مفروض دمشق يساعد المنطقة الشمالية منطقة قامشلي حسكة، يعني إذا دمشق ما ساعدونا يعني مستحيل أن الدول الجوار يساعدونا، مظبوط ولا لا؟ نحن أولاد هالبلد، يعني لا فرق بين القامشلي ولازقية ودمشق وحمص وحما وإدلب، كله واحد، نحن كله أولاد هالبلد. الحل الأساسي من هالمرة الكورونا، نحن بدنا تلقيح مثل أي شعب في سوريا، نحن بدنا الأوبر توصل مناطقنا، سيطرة مناطقنا، بدنا الدواء لهالتلقيح، هالمرض مرض خبيث. الله كريم، شو الجهات المعنية بدها تدبر لنا لقاح، الله يعطي، نطلب من الله الشفاء لكل المرضى. نظام إذا ما أفتح مفتاح هذاك الوقت، الله كريم إن شاء الله، الله يعطي إن شاء الله يعطي.